ثم نبه على فائدة لطيفة، وأن الذين يسجدون لله في ذلك الوقت لا يعلمون أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقد لا يعلمون أن الكفار يسجدون لها. ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لله في ذلك الوقت حسما لمادة المشابهة. وهذا فيه فائدة لطيفة، وهو أن التشبه بالكفار أنه منهي عنه ولو لم يتعمد المتشبه الموافقة له. لاحظتم الفائدة؟ أن التشبه بالكفار منهي ولو لم يتعمد المتشبه أو من فعل شيئا فيه تشبه لهم المشابه لهم، لأن هذا كثير من الناس لا يعلمون أن الشمس تطلع بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها، فيقال لا بأس أن يصلي في ذلك الوقت من لم يعلم أن المشركين يسجدون للشمس في ذلك الوقت، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من الفوائد اللطيفة في كتابه العظيم الذي نقل عنه المصنف هنا اقتضاء الصراط المستقيم، أنه لا يلزم للتشبه بالكفار أن يقصد المتشبه التشبه بهم، بل متى ما وافقهم فيما هو شعار لهم في دينهم أو في هيئتهم فإنه منهي عن ذلك ولو لم يتعمد، فإذا تعمد فإن هذا زيادة في الإثم وزيادة في المخالفة. لكن إذا علم أن هذا هو حالهم فإن لا يجوز له أن يوافقهم فيه. وأما من فعل شيئا لا يعلم أنه تشبه ولا يعلم أن فيه موافقة لهم ثم نبه على ذلك فترك فلا بأس أنه لا يعلم، لكن لا يقول الرجل أنا ألبس لباسهم أو أكون على هيئة من هيئاتهم وأنا لا أقصد التشبه. أقول ما دمت علمت أن هذا من شعارهم فلو لم تتعمد التشبه فأنت مأمور بترك مشابهتهم. وهذا فيه حكمة عظيمة، أن موافقتهم في الظاهر يفضي إلى مشابهتهم في الباطن. ولهذا كل من توسع في هذا الباب للتشبه بالكفار في أحوالهم وفي أخلاقهم فإنك ترى أنه يفضي به الأمر إلى مشابهتهم في العقيدة، حتى إن بعض الناس اليوم يتشبثون بهم وبلغتهم وبهيئاتهم وبلباسهم، ثم لا يلبث الأمر حتى ينسلخ الرجل من دينه يثني عليهم أولا ويعجب بهم ثانيا، ولربما هاجر إلى بلادهم استقر فيها ثم لربما ارتد والعياذ بالله عن دينه. هذا دين عظيم، دين رحمة، جاء بحسم مادة المشابهة والكفر والردة بشتى أنواع الوسائل المفضية إلى ذلك. ولهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه رحمة. ولهذا يجب على طلاب العلم وعلى من له عناية بالدعوة أن ينبه الناس على خطورة هذا الأمر، لأن نرى اليوم كثرة تغريب ومشابهة المسلمين للكفار والإعجاب بهم وبأخلاقهم، بل ربما دعا بعض المسلمين إلى التخلي عن بعض قيم الإسلام تشبها بالكفار، وهذا من ضعف اليقين ومن الجهل المفرط بالمسلم أن يتشبه بالكفار، بل يجب على المسلم إذا علم أن هذا من شعار الكفار أو من هيئاتهم أن يتعمد مخالفتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم حتى في العبادات. فإنه لما سأل عن يوم عاشوراء فأخبر أن اليهود يصومون، فسأل عن ذلك قالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ونحن نصومه شكرا لله، قال نحن أولى بموسى، فأمر بصيام يوم عاشوراء، ثم طلب مخالفتهم فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. وهذا مما يدل على أنه كان يتعمد مخالفتهم في ما هم فيه حتى في العبادة التي شرعت له مثل صيام يوم عاشوراء، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيامه لهذا اليوم كصيامهم، وإنما أمر بصيامه. وهذا مما يدل على أنه ما كان يترك الحق
لكون المخالف